غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ايوه مساء الخير سعادتك قمص ابرام، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. سلام ونعمة مع سعادتك الاستاذ وسام عبد الله من امريكا. سعادتك قمص اهلا بحضرتك. اهلا بيك، الرب يباركك ويبارك تعب حبيتك. متشكرين يا فندم، متشكرين. سعادة قمص الفاضل ابراهيم يوسف، يعني انا عندي سؤال بسيط لحضرتك لو في امكانيه، لو تكرمت يعني. يعني هو الكتاب المقدس كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من رجاء. في حضرتك عندنا في العهد القديم يا فندم الاله الله اعلن عن ذاته، مثلا على سبيل المثال في مزمور 46:10، كفوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض. ومثلا برضو في تكوين 46:3، فقال انا الله الى ابيك. نفس الكلام في التكوين 35:11، وقال له الله انا الله القدير. نفس الكلام في اشعياء 46:9، اذكر الاوليات منذ القديم لاني انا الله وليس اخر الاله وليس مثلي. شوف حضرتك، انا الله وليس اخر الاله وليس السؤال لحضرتك هنا يا فندم، اذا كان الله اعلن عن ذاته في العهد القديم وقال انا الله، طيب اذا كان يسوع هو الله، لماذا عجز ان يعلن عن ذاته ويقول انا الله؟ لماذا نستنتج الوهيته؟ بعض النصوص نفهم فيها استنتاج هو الله، لماذا لم يقول انا الله كما قال الله في العهد القديم؟ طب ايه يعني اشمعنى تكون ده اللي جه على بالك يعني؟ لا يا سعاده الانبل القمص الفاضل حضرتك، انا ما اعرفش اجاوب. ليه ما تعرفش تجاوب حضرتك يا فندم؟ انت حضرتك مش رايح الكنيسه؟ ولا انت شخص مهووس بالنسبه لي لهويتك سعاده القمص، لكن الاسئله دي بسيطه جدا ورد عليها سالمين. طب ايه راي حضرتك اللي اداني رقم حضرتك واحد من الكنيسه بتاعتك؟ اللي عشان يسمع واحد من الكنيسه بتاعتك عشان يسمع ردك، وهو بيسمع ردك الان، ايه راي حد؟ شفت الوضع اللي انت مين هو؟ مين؟ مش هقول لك ولا هقول لك اسمه عشان تضره، مش هقول لك اسمه. اقسم بالله من واحد مسيحي ومن كنيستك، اقسم بالله على ذلك. انا هضره ليه؟ هو انا مش هقول لك اسمه وهو بيسمعك الان. انا ومين قال لك ان المسيح ما اعلنش عن نفسه؟ اتفضل اعلن. اين قال انا الله؟ فين قال انا الله؟ مين قال لك انه ما قالش انا الله يعني؟ فين قال؟ اديني النص حضرتك، اديني النص، اديني النص. نعم؟ فين؟ اديني النص. ايه كتير جدا يا حضرتك. قال الله دي كلمة الله مش اعلان عن اسمه. اولا كلمة اسمه يهوى، اسمه يهوى. كده ان في اسمع بس كلام موسى النبي لما قال له ربنا، قال له اسمك ايه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمك؟ وبعدين قال له اقول للناس اعرفهم ليك اسمك ايه؟ يا سعادة الفاضل اسمع السؤال لو تكرمت، أنا أعد لك السؤال وحضرتك جاوب السؤال. والراجل أقول اسمه؟ أقول اسمه. أنت متأكد أقول اسمه هيضره لو قلت اسمه؟ أقول اسمه؟ لا أقول اسمه هيضره. يا سعادة الفاضل المحترم اسمع السؤال. هذا ليس السؤال. الله سبحانه وتعالى أعلن عن ذاته في العهد القديم وقال أنا الله. فين في الكتاب في العهد الجديد أنا الله من كلام المسيح؟ ما تقوليش استنتاج، أنا لا أريد استنتاج. انا مش استنتاج، مش استنتاج. هو اعلن عن نفسه ان هو الله، ان هو يهوى اله العهد القديم وهو اله العهد الجديد. فين النص قال انا الله؟ اين قال انا الله؟ اين قال انا الله؟ عندك سبع كتير قوي. اديني نص واحد بس. والله الرجل بقول لك يا سعاده القس، اقسم بالله اللي بيسمعك الان سامع يا استاذ، فين النص؟ اديني النص. ما انا بقول اديني النص. انا بقول لك من قال النص هو يعرف انجيل يوحنا ويلاقي كلمه النص انا الله دي. لا شوف حضرتك، انت الان امام الكل والاستاذ المسيحي، اعمل بحث على كلمه انا الله في العهد الجديد لن تجدها. كلمه انا الله موجوده فقط في العهد القديم. شفت حضرتك، كلمه انا الله فقط في العهد القديم. اي انجيل اعمل بحث على انا الله لن تجدها الا في العهد القديم. يسوع لم يقل انا الله. النقطة الثانية، إنجيل يوحنا لم يكتب لإثبات إنه هو الله، مين اللي بيقول كده؟ كاتب إنجيل يوحنا، فين الكلام ده؟ لو نروح لإنجيل يوحنا الإصحاح رقم 20، العدد 31، وإما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، مش الله،
ولكي تكونوا لكم اذا امنتم حياة باسمه. فين بقى؟ ولا موجود انا الله في العهد الجديد في 27 سفر، ولا انجيل يوحنا يقول ان هو الله. بالعكس، انجيل يوحنا اكثر انجيل يستدل منه على ان يسوع رسول. مثلا، وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحق وحدك الاب. انجيل يوحنا من كلام يسوع، انجيل يوحنا 6:27، لان الله الاب قد ختمه. مين ما فيش عندك؟ اصل العملية منتهية. ويا ريت الاستاذ المسيح يسمعني ويسمع كلام ابوك. العملية منتهية. هل المسيح هو الله؟ طيب اذا كان هو، لماذا لم يكن على الله؟ الاب منتهى السهولة. الاب والاستاذ او القس ابن يوسف قال المسيح هو الاب، دي هرطقة. هو بيسمع السامع ومساكتة، لان دي هرطقة سابيليوس، هرطقة مؤلمي الاب. اذا اللي مات على الصليب هو الله الاب. ممتاز. اذا كان المسيح ليس هو الاب، واذا كان الاب بالنسبة للابن اخر، هل هذا كلامي؟ لا، كلام المسيح ومن انجيل يوحنا. ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. انجيل يوحنا 5:31. شوف انا عارف، سامع يا استاذ المسيحي، ابوك بيسال، ابوك هو ما بيتكلمش، وانا عارف النصوص اكتر منه، مش حافظ النصوص. ان كنت اشهد لنفسي شهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو اخر. العدد 37 يقول لي، والاب الذي ارسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط، شوف، لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هيئته. الاب ليس الاب، الاب اخر. كلمه اخر تعني ايه؟ another person، someone else، شخص غيري انا. طيب هل الاب او الابن هو الروح القدس؟ لا. مين اللي بيقول؟ برضه يسوع، وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزي اخر. وبرضه كلام يسوع في انجيل يوحنا الاصحاح 14 اعتقد. اتفضل حضرتك. اذا الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. طيب التثليث كما يقول المسيحيين، وده مش كلامي انا، ده كلام الانبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس، والعزه موجوده على اليوتيوب. التثليث يقول ان الاب شخص، والروح القدس شخص، والابن شخص، والثلاثه ليسوا نفس الشخص. لو قلنا ان الاب او الابن هو الروح القدس او بالعكس، ده ارتقى او تجديد، لان التثليث يستلزم ثلاث اشخاص. الكلمه اللي باليونانيه اللي بيخافوا يترجموها، اللي هي كلمه اقنوم، غلط. الكلمه معناها، او متاسف، باللغه الاراميه الكلمه معناها ايه؟ معناها شخص، شخص. ودي مش كلامي انا، ارجع لكتاب دراسات في الكتاب المقدس للانبا اثناسيوس اسقف بنسويف والبانسا، مدخل الى انجيل يوحنا صفحه 43. كلمه اقنوم المستعمله في العربيه كلمه سريانيه، معناها شخص اساسي او شخص رئيسي. وده نفس الكلام اللي هو قاله الانبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس في العزاء عن التثليث. اذا الاب ليس الابن، ليس الروح القدس. طيب إذا كان الأب ليس الابن، ليس الروح القدس. وإذا كنا قلنا، لو قلنا أن الأب هو الابن والروح القدس، ده ارتقى. لا موجود بيسمعني، أقسم بالله بيسمعني، بيسمعني وساكت. إذا كان الأب هو الابن والروح، ليس هو الابن. وإذا كان الأب هو الله وحده، وكيف نؤله يسوع؟ إذا كان الأب ليس هو الابن، والأب هو الله وحده، كيف نؤله يسوع؟ عندك رد يا سعادة القمص أو القس إبرام يوسف؟ سبحان الله، حضرتك قاعد بتسمع بس، قاعد بيسمع. اتفضلوا. شفت لسه انا قافل الوقت معاه، قاعد يسمع. في الاخر جيف اب، سلم، سرندر، استسلم. كان معانا لواء مباشره الان القس او القمص ابرام يوسف من كنيسه بلقاس، الكنيسه العظام ببلقاس. القس او القمص ابرام يوسف، ابرام يوسف، اكتبوا على تكس ابرام يوسف من كنيسه العذراء ببلقاس. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي.
ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.